هذا ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين. وأعرب البيت الأبيض عن أمله في أن تشمل دفعات المحتجزين الذين سيفرج عنهم في الأيام القادمة ستشمل عددا من الأمريكيين، وكشف عن اعتقاده بوجود 8 أو 9 أمريكيين ضمن المحتجزين في قطاع غزة. كما أكد البيت الأبيض أن المطالبات بفرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل أفكار جديرة بالاهتمام، مشيرا إلى أن الرئيس سيرجيو بايدن يعتقد أن نهجه الحالي ناجح.